حقوق الإنسان لا يمكن التنازل عنها أو الانتقاص منها. 30 شابا وشابة شاركوا في الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة المعرفة للتنمية فوركي حول تطبيقات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان برعاية الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان. المزيد في هذا التقرير. تطبيقات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بهذا العنوان نظمت مؤسسة المعرفة للتنمية فوركي بمدينة المكلا الدورة التدريبية التي استهدفت 30 شابا وشابة من خريجي جامعة حضرموت تخصص قانون وآخرين مهتمين وناشطين بمجال حقوق الإنسان. هذا البرنامج أو هذا المشروع يستهدف إدماج الشباب الجانب الحقوقي والجانب القانوني، ويستهدف 30 شاب وشابة من 4 مديريات، في مديرية المكلا ومديرية أرياف المكلا ومديرية بورم ميفع. وإن شاء الله المشروع ينقسم إلى 3 مراحل، التدريب في حاليا في المرحلة الأولى في ساحل حضرموت، والمرحلة الثانية إن شاء الله بيكون في سيون، يستهدف 4 مديريات كذلك، منها مديرية سيون ومديرية تريم ومديرية القطن ومديرية شبام إن شاء الله. محاور عدة ستتطرق لها الدورة التدريبية على مدى 3 أيام، لعل أبرزها الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في بلادنا جراء الحرب العبثية للميليشيات الحوثية، وكذا نشأة وتطور قانون حقوق الإنسان واختلافه بين الماضي والحاضر. طبعا هذه الدورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تأتي ضمن أنشطة مؤسسة المعرفة في رفع قدرات الشباب في محافظة حضرموت في عمليات حقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة في هذه المرحلة تمر بها البلاد، وأيضا هدفها أيضا رفع وعي الشباب في هذه المجالات. وإحنا إن شاء الله خلال هذه المدة الدورة 3 أيام بيكون هناك اطلاع للشباب على القانون الدولي وأيضا قوانين حقوق الإنسان والانتهاكات التي قد تحصل لحقوق الإنسان، وأيضا تسلسل تاريخ حقوق الإنسان وكيف تطور في العالم. اهتمام واسع من قبل المشاركين الذين جاءوا ليتعرفوا أكثر على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وأنواعها والمصادر الدولية لذلك، وما هي الالتزامات التي يجب أن يتحلوا بها كأفراد منغمسين في هذا الجانب. القانون الدولي ما في عندنا في المكلا تطبيقات عليه كثير، أو أنا خرجت قانون وعندي اهتمام في القانون الدولي، نحن ما عندنا أي شيء آخر ممكن يطور من هذه المعرفة، ومؤسسة المعرفة للتنمية حاولت أنها تقدم من هذه الأشياء من خلال هذه الدورة التي قد تؤدي إلى زيادة المعرفة لدى الطلبة عند تخرجهم أو هذه الأشياء. أهم الأسباب التي دعتني للمشاركة في هذه الدورة هي الواقع الذي نحن نشوفه حاليا، الذي نراه في الوقت الحالي لا يوجد فيه حقوق للإنسان، فنحن بطبيعة الحال ربنا سبحانه وتعالى قال بمعنى الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنحن بدأنا بالتغيير الداخلي، بالتغيير داخل أنفسنا، لعل وعسى ننجح في هذا التغيير الداخلي وبعده نعكس هذا التغيير في بقية المجتمع. حقوق الإنسان لا تشترى ولا تباع، لكن من في هذا الوطن يعي ذلك، لا حقوق ولا مبادئ إنسانية في ظل استمرار الحرب، لكن الأمل ما زال معقود في هكذا مبادرات.